يانا يانا ايه بس ده هم 10 دقايق لعبتهم مع العيال انت هتهزر يلا يا بابي نلعب بالالوان لا روح انتوا دي احنا نبقى هنا تعالى بس انا افهمك لا يا حبايبي روحوا انتوا روحوا انتوا وانا احصلكوا يلا يلا ليه يا عماد مش قلنا نلعب مع العيال النهارده يا حبيبتي ما كنا رحنا قعدنا في اي مول وخلاص لازمتها ايه الفرهده دي فرهده ايه احنا مش اتفقنا ان احنا نفتح صفحه جديده بقى بص حواليك شوف الابهات هما بيلعبوا مع اولادهم وانت هتفهم بناتك عايزين منك ايه طب ما تبص انت حواليكي ما في ستات كتيره بتلعب مع العيال من غير ابهاتهم وبعد كده ما انا قلت لك خدي فلوس وروحي مع العيال انت مين قال لك ان الاب بيدفع فلوسه بس على فكره في ستات كتير قوي معاها فلوس معنى كده ان الراجل ملوش لازمه يا حبيبي بناتك بكره يكبروا ويشتغلوا ويعملوا فلوس ساعتها هينسوك تماما اللي احنا بنعمله دلوقتي هتحط في خزنه تانيه خالص يا عماد خزنه تانيه خالص بقى افهمني يا حبيبتي ما احنا كنا بنقعد يوم الاجازه في البيت ومستريحين ايه لازمتها الفرهده دي يا عماد بقى يا حبيبي انت بتاخد يومين اجازه في الاسبوع يوم ليك ويوم لينا احنا اليوم بتاعنا هنلعب ونهزر مع البنات ونعمل كل حاجه يومك انت ليك عليا والله العظيم ما هتشيل اشياء من مكانها يلا بقى يا عماد بقى ما تبقاش غلس معلش يا حبيبتي روحي انت العبي مع البنات هو انت مش فايده فيك ابدا ده ايه ده يا عماد مالك انت بتزعق كده ليه؟ الله ما انا جه وقلنا ماشي تنطيط وقلنا ماشي انما بتضحك الناس عليا هو انت قفشت احنا بنهزر معاك يا عماد وهو ده تهريج ده امشي ازاي انا دلوقتي؟ طب معلش هو بيتغسل بالميه عادي وبيروح ادخل انت الحمام يا عماد اغسل وشك وبعدين استنانا في العربيه وانا جايه يوه عرف ده هو بابي زعل ليه؟ ده احنا كنا بنهزر هو ما زعلش هو بس يعني تعبان شويه وفرهد مننا يلا احنا هنلعب وهنتبسط ما تزعلش يلا تعالى واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك